نحن بمؤسسة أديان سعيدين بالشراكة مع مؤسسة أنا لينت، وهذه ليست المرة الأولى التي يعني تتم فيها الشراكة بين أديان وأنا لينت في نشاطات في القطاع التربوي. نحن اليوم نطلق برنامج دورك في لبنان، الورشة التدريبية الإقليمية على المواطنة والتنوع الثقافي، ونؤمن جدا بمؤسسة أديان بضرورة مقاربة المواطنة من باب التنوع الثقافي، ونحن سعيدين أن نوضع خبرة مؤسسة أديان في هذا المجال في تصرف كل الشباب والشابات من العالم العربي اللي هن بيهتموا بالموضوع التربوي والتربية على المواطنة، إن كان في قطاع المجتمع المدني، الجمعيات، أو قطاع التربوي العام، أو صناعة السياسات التربوية. نحن اليوم عم نفتتح هالشراكة، وبنتأمل أنها كمان تكون هالشراكة مليئة بالمناسبات التي سوف تنتج ثمار كثيرة، إن كان على مستوى العالم العربي ككل أو الدول المشاركة في هذا النشاط.